ان سر الحياه فينا وسر انسكاب الحياه والقوه من المسيح الينا ان احنا شاخصين في المسيح. شخص في المسيح يعني مثبت نظري اتجاهي باصص عليه. شخص فيه الشرير يعرف جيدا ان سر الحياه اللي فيا وسبب الحياه اللي فيا ان انا شخص المسيح، لان هو اتحرم من الشخوص في الله ده، فبيبتدي حرب معايا من نقطه انه يحول عين من الشخوص في المسيح الى اشياء اخرى من صنعه، زي الخوف، زي محبة العالم، زي لذة الخطية. فأول عيني ما تقع من الشخوص في المسيح إلى الأشياء الأخرى يحصل إيه؟ يحصل اللي حصل لبطرس. بطرس كان باص على المسيح، قال له إن كنت أنت هو فأمرني أن آتي إليك. قال له تعال، حط رجله على المية، مش شخص المسيح باص عليه. أول ما ابتدى بطرس بص حواليه، عينه تقع من على المسيح إلى الواقع، الى المنظور، الى الخوف، الى الميه، الى الغرق. غرق مرحله بقى اللي عايز اقولها الذي ايه، ان انت مش عايز تبص، لكن ابليس بيضغط عليك بقى، بيزق. انت خلاص قررت ما تبصش على اللي بيعمله، لكن هو عمال يتقل عليك، يعني بيزن في ودنك صبح وضهر وليل ونص الليل. الفكره الشريره بتاعته بيلح بيها على نفسك الحاح، ما فيهوش مجال للاختيار والاغراء، الحاح اقتحامي. مما يزيد الامر صعوبة بقى انك بتتألم وتصلي وتقول يا رب وما تلاقيش ايه استجاب. هنا بقى بتتفهر النفس والمعدن الاصيل ايه يطلع بقى. انت بتصرخ والله مش بيرد. عارف الله عامل زي الام اللي بتفطم الرضيع بتاعها، يبقى البيبي عمال بيعيط وعايز اللبن وهي قلبها بيوجعها على الايد بتاعه، لكن لو ما قطعتش اللبن عمره ما هيتفطم. يبقى لازم هو يعاني عشان يتفطم، وإلا يعيش بقى طول رضيع. لكن لازم تستحمل وهو يستحمل. فالرب لو رد عليك بسرعه مش هتجوز الالم، ولو ما جوزتش الألم مش هتبقى رجل الله، مش هتتمحص نفسك بالقوة، مش هتاخد وتغلب وتجوز النصر. يبقى الله ما أهلاش وما سابش الحيط ده، هو بيراقبك وبيجي في الوقت اللي انت فيه تبقى خلاص، ويعمل لك سندة ايه تفوتك، يعني بس تفوتك، مش تخلص المعركة، لا الضرب هيشتغل بكرة، بس يعني النهاردة تفويتك كده عشان ما تقعش. الله بيقعد يراقب المعركة وبيشوف صبرك، يقول لك هنا صبر القديسين. من ضمن صفات الروح القدس الصبر، ان الصبر ينبغي ان يكون له عمل تام، لان الصبر شهادة امانة وايمان، شهادة ثقة وتسليم، شهادة خضوع وتسليم كامل لله. ثبت نظرك في المسيح. خلي بالك ان سر بصيرتك انك تفضل باصص على الرب. وايضا سر انهزامك او بداية الوقوع هتيجي من نقطة انك تنزل عينك من على الرب الى اي حاجة تانية بقى، الى عقلك، الى حقك، الى تعبك، الى وجعك، الى كفاية بقى كده. سر بلوغك للنصرة انك تتشبث بالشخوص في المسيح، تتشبث بالنظر إليه بطريقتين. الطريقة الأولانية إنك ما تحولش عينك إلى معقولات أخرى، والطريقة الثانية إنك تكون بتتجه إليه بالصلاة بالتضرع، بدل ما هو يأخذك بالخداع. ثبت نظرك أنت في المسيح بعد ما تبلغ الحرب مداها وتثبت أمانتك. هتبص تلاقي إيه؟ الرب قال أقوم الآن يقول الرب وأصنع الخلاص على نيته. يجي الحكم اللي ماسك المباراة يصفق في صالحك ويمسك إيدك ويقول له هذا هو الفائز، وبعدين تدور على منازعيك فلا تجد.
الرب يساعدنا ان احنا نصبر له وان احنا نخضع له وان احنا نمسك بحق المسيح وان احنا ما نخدعش بخداعات الحياة وان احنا ما نفقدش ايماننا ورجائنا ونيأس ونضطرب لان الذي وعد امين وهو حقنا كل ما كان.